تعرف معنا على 10 معادن هي الأكثر ندرة في العالم. تعرف على أندر المعادن الموجودة في الطبيعة وأكثر الدول المصدرة لها. سطح الأرض مليء بالمعادن النادرة، ولا يعد معدن كاليفورنيوم واحدا منها رغم بلوغ الجرام الواحد منه 30 مليون دولار، لأنه من صنع الإنسان. رصد موقع 911 ميتالورجيك أكثر 10 معادن ندرة في العالم. أولا، معدن الروديوم من أندر المعادن، ويستخدم في صناعة المجوهرات والمرايا وغيرها، وأكبر المصدرين له هي دولة جنوب إفريقيا، روسيا وكندا. ثانيا، عنصر البلاتينيوم يستخدم في صناعة المجوهرات وصناعات الأسلحة والإلكترونيك، أكبر المصدرين هما إفريقيا الجنوبية، أي جنوب إفريقيا وكندا. ثالثا، الذهب يستخدم في عدة صناعات وأحدها المجوهرات، وأكبر دول تصدره هي تقريبا جميع دول الساحل الإفريقي، جنوب إفريقيا، أمريكا، أستراليا والصين. رابعا، معدن الروثينيوم. معدن الروثينيوم له صفات شبيهة بالبلاتينيوم، ويستخدم في المختبرات والإلكترونيات، وأكثر الدول تصديرا له هي روسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، تقريبا جميع دولها وكندا. عنصر الإيريديوم الأكبر في عائلة البلاتينيوم، ولا يوجد إلا في جنوب إفريقيا، يستخدم في صناعة الأدوية، هو حقا معدن نادر جدا. معدن الأزوميوم. الأزوميوم هو أحد أكثر العناصر كثافة في الأرض، ويوجد في مناطق روسيا، أمريكا الشمالية، ويستخدم لطلي معادن أخرى مثل البلاتينيوم. البالاديوم يعرف بالذهب الأبيض، تصدره روسيا وأمريكا وأفريقيا الجنوبية كندا، ويستخدم في صناعة المجوهرات وتزيين السيارات والإلكترونيات. الرينيوم يوجد في تشيلي وكازاخستان وأمريكا، هو معدن نادر جدا، يستعمل في صناعة المحركات وخاصة صناعة محركات الطائرات بالخصوص. معدن الفضة يعد أيضا من المعادن النادرة فوق سطح الأرض. لهذا المعدن أفضل كفاءة كهربائية عن أي معدن آخر، وأقل قوة مقاومة توجد في هذا المعدن. يوجد في البيرو والصين والمكسيك والشيلي، ويستخدم في صناعة المجوهرات والبطاريات والإلكترونيات وغيرها. وأخيرا، معدن الإنديوم. الإنديوم من المعادن النادرة التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية لصناعة محركات الطائرات، ويوجد كثيرا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان.